المنطقة مشكورين جميعا. بالمرة قعدوا بتاع ساعة ونص قبل ما لعدم وجود معدات، قعدوا بتاع ساعة ونص حضرتك بشغل منوال يدوي كده يخرجوا طوب وانقاذوا، خرجوا بتاع 3 4 حيين واختي واولادها في قلب في الدور الثالث يعني في الارض خالص دلوقتي، هي حاجه لسه ما طلعوش دلوقتي. وبعدين الانقاذ الجاي ده بيشيل التراب المفروض يشيل من فوق الوش عشان يسير من ساعه واحده، من ساعه دلوقتي والساعه 5 بقى 4 ساعات اهو، يعني طلع ميته. بقى له 3 ايام عمال يهد ويكسر واخد بالك، ودلوقتي انا دخلت الصيدليه لقيتها مشرخه قبل ما يقع البيت بنص ساعه، يا دوب خرجنا من الصيدليه والبيت راح متطربق على 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 اللي فيه كلهم. الحكومه بتعمل ازاله على اراضي الدوله، لكن الازاله فوق دماغ الناس ده، ولما يموت المتوفي 5000 جنيه للمتوفي و2000 جنيه للاصابه، ولو امك راحت يلا بنسقف حمام الناس اللي ماتت. هو ده اللي بيحصل في البلد دلوقتي. لولا بيتك ماتت. تحت الانقاض ربنا يسترها. اقتل عيالها. جوزها طلع ميت. بقول النهارده هذه جريمه بعتبرها انا جريمه قتل عمد من قبل صاحب المبنى اللي بيبني. لان انت النهارده بتبني وتعلم ان هذا العقار لا يتحمل طوبه، ومتبني عليه دورين ثلاثه وتعلم ان في اسر هتموت تحت منه. ايا كانت اللي هتلاحق فيه الاحياء استاذ احمد او هتلاحق فيه الشرطه او مطرين، لكن باي حال من الاحوال لابد من مشاركه المواطن. الدوله مش هتقدر تقاوم هذا الكلام. لقينا مرة واحدة طوب بيقع، ومرة واحدة لقينا الست دور نزلوا علينا. طبعا تلات دور اللي فوق احنا حسينا بيهم جوه في الشارع من جوه على البيت اللي هو قعد تلات بلكونات، والباقي نزل علينا على البيت التاني اللي قدامه. احنا جوه في قعدنا طبعا الحقونا مش عارفة ايه، فأنا قاعد تحت زي حاجز كده او حاجة، ما نزل لحد دماغي كده وبعدين وقف بقى، مفيش كله بقى فوقيه فوقف، فضلت قاعد تحتيه. وفي اتنين كانوا معايا قاموا جريوا، كان البيت بقى بقيته وقع عليهم. العيله بتاعتهم كلهم ماتوا، ما فيش غير البنتين دول والام والاب واختين كمان، دول ماتوا. وهو بعدين الادوار دي مبنيه بقى لها سنتين، وانا بقول لحضرتك اللي هو بناهم اللي هو اتعذب في المطريه والله يرحمه مات. هو اللي في تاني دور بيهد حتتين، وهم قالوا له احنا قلنا له ما حدش يهد حاجه، ما زالك هد، فضل يهد لحد ما بين الحديد، راح زي ما انت شايف جه عليه الساعه واحدة بالليل، راح وطاب بسك وقع في الارض، الناس ماتت ما حدش طلع منه. الام ماتت وبنتها ماتت والولد كبير والولد الصغير تالتة ثانوي في المستشفى دلوقتي. البيت من 4 سنين اتبنى فوق منه دورين، من 4 سنين هو جوز اختي هو اللي هو توفى، فالشقه اللي في اول بلكونه اتباعت تمليك، صاحب الشقه الجديد بدا يكسر من 3 ايام وهد حيطه حسب الكلام. الساعه 1:30 انا ساكن هنا على الشارع، انا بره قال العماره وقعت. الحادثه دي هتتكرر مره واثنين وثلاثه وعشره، ليه؟ المسؤولين هنا كلهم عارفين،
البيوت القديمه كلها بتتباع وبتتهد وبتطلع عماير 12 دور في ظرف شهر او اتنين، خدت بالك؟ ظرف شهر او اتنين، وبعلم المسؤولين. والشوارع بقت تتأجر، بقت تتعمل سحاب، وكلها بقت بلطجة وبالفلوس وبالعافية. معايا قرار إزالة من 3 سنين ومحدش راضي ينفذ لأي حاجة، ورحنا للمحافظ ورحنا هنا ورحنا للحي ورحنا لكل حتة ومحدش راضي ينفذ لنا، وبانت دورين من غير مخالفين، ودخلت مية ونور ومجاري وغاز، وبتبنوا عمالة تهد، وساعة ما جت بانت جابت لنا البلطجية بتاعتها ها؟ وضربونا وعملنا محضر في القسم وما عملناش حاجه.